الملحن محمود الخيامي قال شيرين قبل وبعد حسام حبيب، قبل ذا فويس شيري ستوديو طريقي، بعد حسام حبيب. تعالى اقول له بعد حسام حبيب مثلا، مش شرط ليا لو هو بيتكلم على قبل وبعد وعايز يعمل مقارنه زي كده، هو دي مش حقيقه اصلا. يعني شيرين هي شيرين، قبل حسام وبعد حسام هتفضل شيرين، هتفضل يعني البني ادمه الناجحه اللي وصلت لمكانه معينه. كل واحد بيجي بس هي نزلت لتحت يا حسام. لا ما حصلش، نزلت لتحت. خليني اقول لك، طيب لتحت بمعنى ايه؟ بمعنى انها توقفت عن الانتاج والشغل لفتره، بمعنى هي نفسها الست طلعت قالت انا ما بقاش حالتي حاجه، ما بقاش عندي حاجه. لا لا لا، مش حالتي حاجه يعني ايه؟ بس هو ده كان بقول لك عليه، الناس تاخد الكلام. حسام حبيب هقول لك بلسان جمهورها، بلسان جمهور شيرين. طيب انت عارف مين ثروه شيرين في الدنيا؟ اكيد جمهورها طبعا. جمهورها اوكي، بلسان جمهور شيرين. حسام حبيب اتجوز شيرين وهي محلوه، الفتره دي كمان كانت من احلى واجمل فترات حياتها، شكلا رفيعه حلوه زي القمر، ناجحه، لمعه في اوج نجوميتها. هنقف عند النقطه دي بقى. بصي بقى، كل حاجه في الدنيا، اي شغلانه في الدنيا بتتحول، ودي دراستي، بتتحول لارقام. هي انتجت كام اغنيه، هي عملت ايه، هي كذا. طب تعالى نقول بقى شيرين أول إنتاج ليها من بعد جوازنا كان ألبوم نساية مثلا، ده أكتر ألبوم عمل فيوز 1.2 بليون فيوز. دي الفترة اللي بيقال عنها شهر العسل في العلاقات والحب. لا 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 لا، البداية. لا لا لا، بداية جوازكم. بعد كده، بعد كده لو تفتكري حصل الكورونا، القعدة في البيت سنتين، كنا بناكل ومش مهتمين بنفسنا ومفيش شغل، ففجأة لما رجعت الحياة تشتغل وزننا كان زايد، شكلنا مش مهتم بنفسنا، لحاجات مش احنا عملناها في بعض، لظروف حصلت للناس كلها. وبالاحصائيات بالورق وبالقلم هيلاقوا انه الفتره دي اكتر فتره شيرين عملت فيها حفلات. اولا شيرين مش ممثله، عشان يقولوا مثلا ايه ما عملتش مسلسلات، هي ما كانتش مسلسلات طبعا. بس هي اكتر فتره عملت فيها اغاني، عملت البوم من انجح الالبومات في حياتها لحد النهارده، هو على التوب تشارتس بيلبورد، لسه مكرمينها ان هي على التوب تشارتس باغاني من 2018، اكتر فيوز عملتها في حياتها. غنت بلهجه اول مره غني بيها اللبناني، تتر مسلسل اللبناني اللي عملته كسر الدنيا، وده كان اختيارها هي على فكره، وانا كنت قلقان من هي تغني لهجه لبناني ما تعرفش صينيه، كسرت الدنيا. ما شاء الله ما شاء الله، كل حاجه كل حاجه. لا طبعا هي شيز جوينج اب، بس المنظر بقى البني ادم الديبرست بيبان ان هو مش سعيد باللي وصل له. جه منين الدبريشن؟ قعدنا سيبنا نفسنا ناكل زي ما ناكل، نعمل زي ما نعمل، فلما جت فجاه نرجع لقينا احنا نفسنا. انا بقى كنت لسه بقول كده، انه لو من بره البني ادم ورر نفسه للناس ان هو كويس مهما كان عنده من مشاكل، الناس مش هتشوفها. لكن لما يبقى هو من جواه كويس بس صدر للناس صوره ان هو مش كويس، هتشوف اي حاجه تانيه مرتبطه باللي هو صدره.